يا سادة، أنا النهاردة اتكلمنا على جليس. جليس ده صعب شوية، إن الناس لما بتسيطر عليها فكرة استصعاب الحياة، إن الحياة صعبة، بيفضل هذا الأمر مسيطر عليهم. لكن أنا بقول لكم، عمر ما كانت الحياة صعبة، والله عمرها ما كانت صعبة، حتى لو كانت فيها شدائد مش معنى كده إن هي صعبة. الحياة مدرسة بنتعلم فيها، حتى لو كان الدرس فيها صعب، فهو مش جاي عشان يعذبك، مش جاي عشان يكسرك، مش جاي عشان يأذيك. الدرس جاي عشان يخرج أحسن ما فيك، الدرس جاي عشان تترقى. فأنت لازم تترقى، ولازم تسير في الطريق إلى الله، ولازم تكون صاحب بصيرة. لو حصل وعشت ده وما استصعبتش الحياة وأخذت بالأسباب، ومهما كان السبب قليل، لكن استمرارك في الأخذ بالسبب هيفتح عليك أبواب الفرج. يا رب يعني دايما من أهلي معرفة وسع كرمك يا رب العالمين، وأن نحن نعيش بكرمك وفضلك وفتحك ونورك وبركتك. إزاي ما نعيش الحياة ونعيش إن الحياة واسعة، وإنت يا مولانا دايما تقول لنا وهو معكم أينما كنتم، من كان مع الله وسع الله له الحياة. يا رب اجعلنا من أهل السعة، من أهل الكرم، من أهل الفضل، ومن أهل الجود يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين.